السلام عليكم ورحمه الله. ازاي نجمع واحد زائد كسر بدون خطوات بابسط الطرق؟ 2 على 5 زائد 1 هنجمع البسط والمقام مع بعض ونكتبها فوق. 2 زائد 5 7 على 5 بكل بساطه. 3 على 7 زائد 1 هي 10 على 7. 3 زائد 7 نفس الشيء. 8 على 3 زائد 1 كسر غير حقيقي. 8 زائد 3 11 على 3 وهكذا. حتى لو الكسر سالب، سالب 5 زائد 6 1 على 6. نفس الشيء لما نيجي نطرح واحد نطرح البسط من المقام بسرعه. 4 ناقص 3 1 على 3. 1 ناقص 5 سالب 4 على 5. المقام لا يتغير لان دي الوحده اللي انا بجمعها او بطرحها. 3 ناقص 4 زي ما انت شايف سالب 1 على 4 واخر حاجه سالب 2 ناقص 7 سالب 9 على 7. بهذه الطريقه بدون خطوات تنفع الطلاب في التفاضل والتكامل لما يكون اسس اعداد كسريه زي ما انت شايف. شكرا واراكم على خير.